واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية، الزمالك بيصطدم بالاتحاد السكندري في محاولة التقدم أكتر بالنسبة للفارس الأبيض في جدول الترتيب، وبالنسبة للاتحاد أكيد الصدارة. قبل الدخول فنيا في اللقاء، رحب باتنين من نجومنا الكبار، كابتن فاروق جعفر وكابتن محمد عمر. كابتن فاروق، برحب بحضرتك وكل سنة طيب. وأنت بالصحة والسلامة. كويس سعيد عليك. الأمة المصرية كلها والعربية والإسلامية بخير إن شاء الله. منورنا كابتن فاروق. كابتن عمر، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أنت طيب يا كريم وكل الشعب المصري بخير يا رب. يا رب. كابتن فاروق، النهارده هشوف إيه من الزمالك بعد ما تأهل لنص نهائي الكونفدرالية والمعنويات نوعاً ما كويسة. يعني أتفرج على إيه؟ الزمالك لازم هيكون فيه اكثر استقرارا، اللعيبه هتكون نفسيا ومعنويا مستقرين، عدوا مرحله كويسه في الكونفدراليه. المفروض دلوقتي هم بيضغطوا شويه في التوقيت اللي هو فيه ما فيهوش المباراه الكونفدراليه، هم يستفيدوا من المباراه دي في تثبيت تشكيل، في طريقه اللعب، في اللعيبه اللي هيبقى عليها العين في المباراه اللي جايه. ولكن لازم اللعيبه تبقى حاطه، طبعا لازم نبقى حاطين نقطه ان الزمالك ممكن يكون مرهق شويه بعد المباراة اللي فاتت، فاللعيبة لازم النهاردة توزع الجهد بتاعها، يعني ما تبيعش المجهود بتاعها من أول المباراة. لازم يبقى فيه تنسيق، ودي يبقى التنسيق مع اللعيبة مع المدير الفني في المباراة وإدارته للمباراة. ما يخليش الزمالك يستعجل المكسب، ما يخليش الزمالك من أول دقيقة بيضغط فيجي في الشوط الثاني يستهلك المعدل البدني ينزل، وده يأثر على أداء الزمالك. أوكي كابتن عمر، النهاردة نفس الأمر بالنسبة للاتحاد.